ما تجيب ناهية الكلام يا معلم، أكيد مش جايبني تضيفني وتهرف المهر ولا إيه؟ أبو المفهومية يا صلاح، أنت طبعًا عارف اللي عمله صاحبك معايا، صحيح ما سمعتش رأيك، بس كنت قاري في وشك إنك مش راضي، صح؟ تعالى في العدل يا معلم، وسيبك من وشي وكتفي والكلام ده. عايز اللي منعه عني سيد، الزيادة اللي كل التجار خدوها وفضل أسمر بقى خلاص المغضوب عليا. وعقلك بقى رساك إن أنا اللي هسلكها لك، مش كده؟ ده حقي، أنا ما بجورش على حد، وبعدين المصلحة واحدة، وأنا معاك في اللي أنت شايفه، رسيني ورسيك. وماله؟ هتدفع إيه بقى ولا هتديني إيه؟ نسبة ولا عمولة؟ زي ما أنت شايف، قولي بس بتفكر في إيه؟ بفكر إن لولا في مطرحك كنت حطيت عليك، وخليت وشك الجميل ده زي الخرقة المش الفاضية. الله ما تظبط يالا وتعقل كلامك، أنت هبت منك ولا إيه؟ لسه ما هبتش، وده من بختك، مش صلاح سلطان اللي تجيبه تلاغيه بقرشين عشان يبيع شقيقه. شقيقه؟ بأمارة إيه يا أخوي؟ كان مشاركك في ملكه ومرسيك على اللي فيها؟ تحيا الله صاحبه، يوم ما يغضب عليك هيطوحك بطول دراعه. يطوحني، مالكش فيه، شقايق ونحلها سوا. يا تفكر لروحك. المقابلة ما حصلتش يا فودة، وأوعى تبعت لي تاني، عشان ما تزعلش مني وتتخنق من سيرتي. سلام. نبي على قلبك لتهدي روحك يا سيد. موضوع رحب سهل يا أخويا وهين، وهيتحل بعون الله. كل حاجة وليها آخر يا أخويا. على قولك يا نصر، كل حاجة وليها آخر، حتى الحنية والمعزة اللي الواحد شيلهم للي منه ليهم آخر. قصدك إيه يا أخويا؟ هتقسى على أخواتك ولا إيه؟ أنت شايف اللي أخواتك بيعملوه ده يستاهلوا عليه إيه؟ أخواتك حصل لهم إيه؟ زي ما يكونوا قاصدين يدوسوا عليا ويهلكوا قلبي. ده لو ولاد حرام مش هيعملوا كده. يا لهوي، ما تقولش على أخواتك كده يا زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي دخلوا بينا بس يا رب. دخلوا إن كل واحد ماشي بمزاجه. كل واحد ماشي في الدنيا بطوله عمال يطيح فيها. ما يعرفوش إنهم عايشين وسط حيطان جدل. واللي هيتلط منهم هيلط الكل وراه. طب اهدى بس، اهدى. إخواتك طيبين وولاد حلال والله. طب أنا لولا لعيبة كنت أقول لك إني بحمد ربنا وبشكره في كل صلاة على إن إخواتك ما تربوش بفلوس أبوك الحرام، وإنهم كانوا لسه خضر، ولما يا أخويا أنت حليت محله أكلتهم بفلوسك الحلال، إزاي بقى تقول عليهم كده؟ نهايته يا نصر، امسكي عربية جديدة وحياتك لسه زيرو. دي للبت آية كانت عايزة ليكوا كلكم. تخلصي شغلك ومشاويرك بدل التاكسيات والمرمطة، وبعد ما تخلصي اللي يحتاجها منهم ياخدها. وليه التكلفة دي يا أخويا بس؟ جبت فلوسها يا أخويا منين؟ مش تكلفة ولا حاجة، أصل أنا مسكت النايت كله وبيدخل لي فلوس كويسة كل شهر. بجد يا أخويا؟ أه بجد. بعدين دي بالقسط مش حاجة يعني. روح إلهي يسعدك ويرزقك قدر كريم يا سيد يا ابن حواء وآدم. خد يا رحب تعال، على مهلك عليها يا أخو رحب غلبان. تعالي يا بنتي، خشي خشي اقعدي لك مع أخوك. يلا أنا عارفة إن أنا أي حاجة هقولها مش هتصلح ولا هتغير اللي حصل، بس هعمل إيه؟ كان نفسي أعمل حاجة كويسة لنفسي ولدنيتي، ما جاش في بالي إن كل ده هيجرى. أمال جه في بالك إيه؟ كنت فاكر إن أنت هتعملي مصيبة وهتعدي عادي كده. مش جيت اتكلمت معاكي؟ قلت لك مالك يا رحاب؟ قلت لي مفيش يا سيد عندي صداع وقعدت تلف وتدوري عليا. حصل إيه في الآخر؟ هيطبط فوق دماغك. نعم يا سيد، ما كنت أقصد. دي مصيبة أكبر. جابوك تحت رجليهم وقعوك يا رحاب. طب ليه؟ قلت لك الدنيا دي عايز اللي يتعامل معاها بغباوة، وأنت مش هتعرفي تعملي كده يا رحاب. ما عوزتش منها اللي حقي، كان نفسي أشتغل في اللي بحبه وفاهماه. وطلعت فاهمة؟ أنت طلعت مش فاهمة حاجة خالص. الدنيا دي ليها حسابات غير اللي في دماغك. الدنيا دي عاملة زي الطاحونة، اللي بيجي تحتيها بيتفرق. وهنفرموكي معاها يا رحاب. نصيب يا سيد، اعمل ايه؟ عشان خاطري ما تزعلش مني، انا خلاص بجد ما بقتش مستحمله. انا مش زعلان منك يا رحاب، انا زعلان من نفسي. عارفه ليه؟ عشان سبت كل واحد فيكم يمشي على مزاجه لحد ما فرضتوا مني ومش عارف الموكل.
وعشان لمكم تاني لازم اقسى عليكم. انا طول عمري حايش غباوتي عنكم وعنك انت بالذات، عشان بحبك، عشان انت اطيب واحده فيهم. ورحمه ابوك وامك حقك عليا. هنتلم كلنا يا اخويا، هنتلم ونسمع كلامك، بس بلاش قسوتك دي. ده انا ماليش في الدنيا دي غير حنيتك يا سيد. حقك عليا يا سيد. خلاص يا رحاب، يلا روحي دلوقتي. استهدي بالله ايمان، ما تخليش العفاريت تتنطط في راسي، انا ما عنديش عزيز. ياما خفت انا منك كده يا سيد المعلمين. طب وحياد ده والا يبقى على ذكر بشنبات، ما انا مجاورك في فرشه واحده بعد اللي عملته يا سلطان. وانا اللي عملته يا بنت الصرمه ولا الحكومه؟ وبعدين ما اخوك اللي جابه الناس. لو النبي، مش انت اللي بلغت عنه؟ مش وزيت عليه بوز الاخص نبيل عشان يحطه في حديد؟ واحنا لبسناها وانت، ما هو كله على يدك. اخوك ما سابش نفر في الجمهوريه ما نصبش عليه، حتى انا نسيمه وكلني الحلاوه، وكان عايز يشيلني وساخته بداله. انا بعتب عليك ليه من اصله؟ ادم اللي زيك ما صانش العيش والملح، هيحوق في كلام ولا محايد؟ استني هنا في اماره. وقت العيل وراح على فين؟ لو حطلك مش سلطان اللي هيتاخد منه ضلال في غضبة نسوان. الواد بعد اللي عملته ده، انت خليت سمعة امه على كل لسان، وانا لسه بعفيتي. امال هتعمل ايه في الواد الغلبان اللي لا حول لي ولا قوه ورحمه ابويا ابدا؟ هي كلمه وملهاش كمال يا ايمان. على الطلاق بالثلاثه، لو خرجت من العتبه دي ما انت راجعه تاني. وانا ما اتهتش يا سلطان. ارمي يا اخويا حلفانك في عبك واعمل ما بدالك. انا مش مقطوعه، بيت امي مفتوح لي. طب اسمعي بقى بنت امك، انا كهن النسوان ده ما يخلش عليا، وقصه انا رايحه عند امي ومش هرجع لما يجي يراضيني، وما دام العيل في حضني يبقى هيجي على ما انا وانته. لا ما تخصنيش الحكايه دي، وخدي بالك لو خرجتي لا هرجعك ولا هخليك تشوف ابنك تاني. ولو ودانك دي مش مصدقه اللي بتسمعه، خلي عينيك تبص على ام صلاح، خليها من المعزة قدك 10 مرات، ولما هفني مزاجي شفت غيرها. وكانوا قبلك ياما، كبيرك معايا كوباية شاي، هنزل اشربها على قهوة واطلع الاقيكي مرمية في فرشتك زي الكواري مستنياني وطالبة السماح. والا قسما بالله العظيم لوريكي ايام عمرك ما شفتيها يا ايمان. يلا غوري. ما تجيب نهايتها يا معلم وتقول عايز ايه؟ حاكم انا راسي مش متحمله وما عنديش حل للمناه ده. شوف يا است نصر، عالدغري كده انا طالبك في الحلال ومستني منك الامر عشان افتح اخوك. قلت جرى ايه راجل منك لي؟ انتوا فاكريني ايه؟ رميه؟ كل واحد معدي يقول لما نطلع على رميه اللي عايشه لوحدها اللي فوق دي يمكن نميل دماغها، ولا نشتري سعادتها بكلمتين؟ سعادتها ما تساويش عندي كلمتين، دي تساوي تقولها دهب. مهرك يا ست الستات وعهد الله حق قد تقل الدهب. بس بس يا جدع انت ما تتنيهاش، انا خلاص حليت روحي من موضوع الجواز ده خالص. ومن مفتشر كده لو حفظ واحد يبقى في حياتي على سنة اللي خلقك، مش هيبقى لا مؤاخذة تاجر مخدرات ولا سوابق. يا اخويا صح، هتقولي حاشا لله ده كلام الناس وكده يعني. كلام الناس في محله. محسوبك تاجر مخدرات ومكبرات قوي كمان، لولا جلسة السجل كنت حطيتها لك في البطاقة والباسبور، بس أنا ما كنتش فاهم إن دي حاجة تزعلك. مش أبوكي برضه ربنا يفك سجنه كان تاجر مخدرات، وأخوكي ربنا يخليهولك مش تاجر مخدرات.
المخدرات برضو. فين العبارة بقى؟ انت بتقول ايه يا ناقص؟ اخوك لا، صوني لسانك عن العيب. بس نصرة، انا بقول حق ربنا، ولو مش مصدقاني هو عندك اسأليه. شوف يا ست الستات، قلبيها في دماغك وانا راعي الطلب والإشارة، بس وانتي بتقلبيها وزني حجم الراجل اللي طالب رضاكي. سلام يا بنت الوصول. انت يا انت هو انت بقى فين يا باشا؟ وربنا ما خدناه يا دي. انت هو، ارحموا نفسكوا. والله ما نعرف عنها اي حاجه يا باشا. تمام. الصبح هتروحوا معتقل الواد الجديد، وهناك هتقولوا احلى كلام. مغاوري امرنا يا باشا. انفراد لغايه الصبح، خدهم تحت امرك يا باشا. قدام انت هو، قدامك تقول بلاوي. ومن امتى فوده لي كلام معاكي؟ كان بيقول لك ايه؟ ابدا يا اخوي. ابدا يا اخويا ايه؟ كان بيقول لك ايه يعني؟ عم كلمتين بر وعتب، بيحق نفسه على اللي عمله صبيه في عمر ابني. كتر خيره. كتر خيره؟ ومن امتى الخير بيجي من ورا فوده؟ بعدين مش حماده صبيه فارقه؟ ولا هو العشم واكل قوي عشان يدخل نفسه في اللي مالوش فيه؟ ما تهدى، على الاقل فاكر حبايبه اللي فارقوه، مش زي ناس ماشيين في سكة لوحدهم وناسين حبايبهم واللي في عبهم. كأن كده الكلمتين اللي قالهم لي بيكبروها. الأصول أصوله يا سيد، واللي بيمشي دغري وما بيكدبش بقى قليل قوي في الزمن ده. طب ما تجيلي أنت بقى في الدغري عشان سكة كلامك كده مش عاجباني. والله يا سيد ما في حاجة، بس هو قلب عليا المواجع، فكرني يوم عمر اتاخد. لا يبقى تنسي الكلمتين اللي قالهم لك دول، وانا عن نفسي احرمه يتهمني. انسى؟ يا ريت اقدر، كانش قلبي اتوجع. بركه انك جيت بالسلام، هروح احضر لك لقمه تاكلها. طول عمري بفكر عن اللي غيرك يا سيد. ليه ما ببصش على اللي حواليا بطريقتك انت وافهمه؟ ليه مش ناشف على الدنيا زيك؟ وصلت ليه يا وصلت ان انا لازم اقبلني زي ما انا، وانت كمان لازم تقبلني زي ما انا. انت مش عشان ربيتني يا سيد هبقى عاجبك في كل حاجه. انت جايز تكون شايفني اهبل ولا بسيط ولا ساذج، ايا كانت شايفني ازاي، بس انا مش هاجي اتغير كده فجاه من يوم وليله. طب لما انت شايف كده جالي دلوقتي ليه؟ عشان تسامحني يا سيد. انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت تمنيته، ولا الكتف اللي انت ممكن تميل عليه وقت ما تعوز، بس والله العظيم بحبك يا سيد. ياض انت مش اخويا وبس، انت ابني. ابوك سلمك ليا وقال لي عايزه يطلع راجل، تيجي انت بالسهل تدوس على كل ده عشان خاطر بطه؟ طب ليه؟ عشان حبيتها يا سيد، حبيتها. جوازي من بطة ده الحاجة الوحيدة اللي حسستني بقيمتي، حسستني إن أنا مش محتاجكوا في حاجة، ولا محتاج آخد رأيكوا حتى يا أخي. آه هي غيري، بس جايز لو هي كانت في ظروف تانية كانت بقت حاجة تشرف. يا أحمد افهمني، بطة دي تصعب عليك، تعطف عليها، تساعدها، إنما تتجوزها لأ. سيد افهم يا ابني. اسمع، لو جاي فعلا خايف على زعلي وعايز ترضيني،
البت دي لازم تطلقها. بس انا عمري ما اتدخلت في حياتك يا سامي. عشان عمرك ما اتدخلت في حياتي انا هدخلك فيها. عمرك سالت نفسك انا سبت ميسا ليه؟ بقى ميسا دي ربيتها على ايدي. بنت جدعه. من الحريم اللي في ظهر رجالتها بجد. حاجه كده شبه امك لو لسه فاكر. بنت ما بتنيش كلمه لراجلها في الغلط قبل الصح. بس مره واحده حرمت وقالت لا. مات الكلام. اهي بطه دي بقى لا شمت ريحه امك ولا طالت ضفر ميسا. ليه اي لازم اطلع على الفلاتيه دي؟ مفيش تتحوري تاني. ما انت اتنرفزتني يا صلاح، انت ايه دخلك بشغلي اصلا؟ دخلي من حقيقي، من حق اتكلم معاكي في اللي عاوزه وفي اي وقت وقصاد اي حد. طب والاي حد ده بقى لما يشوفك وانت قاعد بتفتي وبتقول اي كلام؟ يقول اللي يقوله، ام الناس على كلامهم، ثم افتي في ايه؟ ده انا قلت لهم فكره احلى من اللي قالوها يجي 100 مره، ده عيال خايبه، كلهم كانوا مبسوطين وانت شفت، صح ولا مش صح؟ هي القعده كانت زي الزفت اصلا. واديك شفت انا بتعامل معاهم ازاي وبتكلم معاهم ازاي. وبعلق على الهبل اللي بيقولوه من قبل ما انت تيجي تتكلم معايا. انا غيرهم يا آية، تهبشي في اللي انت عايزاه براحتك، بس صلاح لا، صلاح اللي بيحبك لا. ماشي؟ خلاص يا صلاح، ما تعرضهاش، هو اليوم جايب اخره لوحده. ماشي. وعلى فكره بقى، لو مضايقاك قوي كده يا ريت بلاش تيجي وتقعد معايا تاني وانا بشتغل، هيبقى احسن بقى. باي باي. شرفتي يا ست البنات. جرى ايه يا بت؟ رايحه جايه على حل شعرك. ايه كل يوم ترجعي بعد نص الليل؟ مش مستعنيه اي حد في البيت ده؟ طب والله العظيم انا هحيش اخوكي عنك بالعافيه. يا دي النيله، هو احنا هنفتح الموضوع ده تاني ليه بس؟ يا جماعه ده شغل، وبعدين صلاح بيجيبني وبيوديني، يعني عايزين ايه تاني؟ قصدك الدلدول اللي بتسحبيه علشان تسدي بقنا، مش كده؟ هو كده فعلا. يا بنت يا بنت، الواد متعلق بيكي ومتعلق بيكي جامد، مش شايف اللي احنا شايفينه، عشان كده عارفه تخليه يروح ويجي معاكي زي ما انت عايزه. بالك لو حس ولا دري ولا خد باله هيخلي وقعتك سودا. وياخد باله من ايه؟ واللي انتوا شايفينه اصلا؟ شايفين انك عامله كوبري يا اختي، والجدع مستني لاجل ما تبقوا مع بعض، واحنا كلنا عارفين ان انتوا مش هتبقوا لبعض. وايه بقى اللي هخليه مش هيحصل ان شاء الله؟ لانك انت مش عايزاه اساسا. يا بنت يا بنت، حلي من الموضوع ده قبل ما يتعلق بيك اكتر من كده، والواد يعني قلبه ينكسر. سلامة قلبه يا نصر. ايوه الدريان، وانت فالحله في الدريقه، وانت دريانه بحاجه. لما الواحد تبقى فرحته قدام شايفها متعلق بيها وتروح منه بينكسر، الكسرة بتوجع. وانت بقى كده تبقي خايفة عليا ولا عليه؟ طبعا خايفة عليكي يا هبلة. جدع زي صلاح ده لما يحس ان هو انكسر بسببك انت هيكرهك وهيبخ سمه في وشك. انت فاهمة؟ ميرسي قوي يا نصر على الدرس ده، انا تعبانة بقى وعاوزة انام. ربنا يكفيكي شر نفسك. يعني ايه البضاعة دي مش بتاعتك؟ أنا متأكدة من اللي أنا بقوله. وأنا بقول لك مفيش بضاعة بتطلع من تحت إيدي غير لما بعرف أراضيها فين. يبقى البضاعة دي خرجت من غير معرفتك، وده أسوأ. مفيش حد من رجالتي يستجري يعملها معايا. لا حصل. أرض السادات، منشية منعم، دي مناطق متعطشة، وده بالاتفاق مع الأجهزة ما ينزلهاش أي حاجة. جيت حضرتك بمنتهى البساطة، فتحت الحنفية ونزلت لهم كل حاجة، وبقى شكلنا صغير، خليت شكلنا بايخ. مين اللي شكله بايخ؟ ما قلت لك ما حصلش. حصل. وروح شوف مين بيلعب من وراك. بيلعب من ورا ظهري؟ ده انا كنت اسلخه حي. غلطة زي دي ما تتكررش تاني. تحل كل مشاكلك. إن شاء الله حتى تموت كل رجالتك. ما يهمنيش. واوعى بعد كده تشكك في اي معلومه انا بقولها. وانت ما ينفعش تتكلمي معايا كده تاني. انت عارف ان انا لو شلت ايدي من السوق هيفرط، مش هعرفوا تلموه. انت فاهمه ولا لا؟
أنا آسفة، ما أقصدش ضايقك، لكن حقيقي النهارده يوم وحش. ومن ساعتها والدنيا خربانة، هما يقولوا حاجة وبتوع الحي يقولوا حاجة، ومحدش عارف حاجة. في ايه يا نصر؟ انت يا اختي واكله سد الحنك، ما تاخديه وتدي معايا كده في الحوار، في ايه؟ وخرست بيتاجر في الحرام من امتى؟ ده كلام تقوليه على اخوك يا نصر؟ يا بنت بلاش لوع على الحريم ده، ما تعمليش نفسك متاخده ومش عارفه حاجه. انت تعرفي عنه المر قبل الحلم، انت تعرفي عن سيد كل حاجه. مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، الليله ليله اللي ما قاليش. عارفه ان ايده متعصب الحرام وبياكلنا منه وساكته؟ ما تلزقهاش فيها يا نصر. اه هو اللي اختار يمشي السكه دي، وانا حاولت ارده ما عرفتش، وبرضه ما اقدرش ارسكي على الحوار. اخص عليكي، اخص فتحت لي بنتي وانت تكسري وسر كل اللي حواليا في عبك، تخبي تداري اللي يهد بيت جد الله. لا بقى، ده ما يرضيش ربنا. انا حاولت ارده عن الطريق ده بس ما عرفتش، واخره المتمه قطع كل اللي بيني وبينه، سابني بعد كل السنين دي يا نصره. تستاهلي. انت شمتانه فيا يا نصره؟ طب يا اختي قولي كل اللي انت عايزه تقوليه، بس انت سبقتيني قبلها، خبيتي علينا موضوع عبد الحليم عشان كنت بتحبيه، وانا بحب سيد. يعني اللي انا وقعت فيه انت وقعت فيه قبلي. الأذانة حاجة واحدة بس، قلبنا على اللي بنحبه. أنا لما خبيت ما قاستش غير نفسي، لكن أنتي لما خبيتي أذيتي الكل. يا ناصر، 10 سنين كل يوم بيعدي عليا فيهم كأنه عمري. أنا ما نسيتش ولا هو نسي. كل سنة في ميعاد ميلادها يبعت لي صورتها عشان يفكرني، عشان يوجعني، فاكرني نسيت. طب أنا مش فاهم هو بيعمل كده ليه؟ هو زيه زيك، أنتوا الاتنين خسرتوها. لا أنا اللي قتلتها. قتلتي بنتك؟ قتلت بنتك؟ 4/11/2005 أهم تاريخ في حياتي، اتفرجت عليها وهي بتموت قصادي، عملت لهاش أي حاجة، مخي كان مشلول من المخدرات، كنت حاسة إني في عالم تاني، ما ساعدتهاش حتى إني أوديها المستشفى، اتفرجت عليها وهي بتموت قصادي وسبتها. أنا مش عارف أقولك إيه. قولي إنك قتلتيها زي ما هو بيقولها لي كل سنة. ليه حق في كل اللي هو بيعمله معايا؟ ليه حق يعذبني ويفكرني؟ يفكرني إني كنت السبب في إني دمرت حياته. بس أنا دمرت حياتي أنا كمان قبله. بيهدي بيهدي يا موجة. وحشتني، وحشتني قوي قوي.
مالك يا نصرة؟ في ايه؟ نصرة؟ ها؟ مالك؟ لا يا اختي مفيش حاجة. لا يا اختي مفيش حاجة ازاي؟ وانتي سرحانة كده في ايه؟ مفيش حاجة حبيبتي. طب هاتي البتاعة دي اكملها، انتي سرحانة اصلا ومش مركزة. خدي يا اختي. انا هقوم اريح ضهري، انا تعبانة. براحتك يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا احمد؟ برنامجنا اسمه شبابك يا مصر، يعني بنتكلم بكل حاجة تخص الشباب. والناس في السن ده لازم نهتم بأحلى. اسمعي أختك بتقولي. عادي. ما هو كله بيقول. ما فرقتش بقى. ألو؟ عاملة لي صحفية فضايح الشاطرة. أستاذ معتز؟ تعرف غيري زقوك عليا وقالوا لك اعملي الشغل ووقعيه، مش كده برضو؟ استاذ معتز حضرتك فاهم الموضوع غلط، انا عايز اشرح لحضرتك بس. انت غلبانه قوي، مين زقك عليا يا بنت؟ انا ما اعرفش حاجه ومحدش قال لي اعمل اي حاجه، انا اسفه اسفه والله. ورحمه امي اللي ضيعك، هخليك تندمي على اللحظه اللي نزلت تقابليني فيها. ايه المشكله يا سيد؟ انت مالك عامل حكايه ليه؟ احنا مش متفقين مع بعض هنقدر السوق بالبضاعه مش بتاعتك يا صلاح. انا اللي اقول امتى تدوس وامتى نفرمل، ده ينزل فين ويتمنع عن مين؟ مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ يا صاحبي انا بالراحه، وانا تلميذ ولا ايه؟ وبعدين ما انا عارف السوق وقاري ميته. غش بس انت اللي كنت. انا اللي ايه؟ انا اللي عملت فيها معلم وباخد مواعيد من ورا ظهر اللي مشغلني. مواعيد ايه؟ مواعيد ايه؟ فاجئت يا صلاح، انت مش عندك بكره ميعاد مع فرغالي النجار؟ اسمع صلاح، من هنا ورايح ما تخطيش خطوه في السودة غير لما ترجع تشرني فيها. على اساس ايه يا سيد؟ وانت كنت بترسيني على اي حاجه بتعملها؟ عشان اللي مدورها وفوق ما يعرفوش غيري، ومطرح ما السلك ترسي عشان مصلحه عموم، مفهوم ولا لا؟ يبقى كده يا صاحبي؟ هي اصلا كده صلاح. لو بلغنا اي عك عنك تاني هشيل منك وافضي بالجامد. تعالى طيب عايزك. انا يا معلم. هو في ارحاب؟ نصر قافل على نفسها الباب وانت قاعده هنا لوحدك، هو في حاجه حصلت وانا بره؟ في ارحاب مالك؟ تعبانه يا حمد، تعبانه قوي وخايفه. معتز الكاشف كلمني وهددني، حاسه اني في كابوس اكبر بكتير من الذنب اللي عملته. انت مين قالك انك عملتي ذنب اصلا؟ ما ده اللي عمال اقوله لنفسي، بس شايفه عكسه في عيون الناس كلها لحد ما بقيت اكذب روحي واصدقهم. بقيت حاسه اني عامله مصيبه. محدش بقى بيرحم حد ارحام، كله بيقف للتاني على غلطه، حتى اللي بيعملها غصب عنه بقى بيحسوه ان هو قاصد ومخطط لها كمان. بس انا غلطت يا احمد، عارف ازاي؟ لما فكرت ابقى واحدة تانية غيري، غير رحاب اللي عايشاها طول عمري، فكرت اني لو غيرت شكلي وتعاملت واتكلمت بطريقة فيها لوعة هوصل للي انا عايزاه. عارف؟ ده انا حتى فكرت اقلد ايه. اه بقولها لك بصراحة، بس طلعت زي ما معتز قالها لي بالظبط، غلبانة قوي. كفاية بقى يا رحاب، ما ترحمي نفسك. لا مش كفاية، أنا غلطت ولازم أبقى فاهمة ده كويس قوي عشان أستوعب اللي هيحصل بعد كده. مش هيحصل لك حاجة بعد كده، ما احنا جنبك أهو، ما تخافيش يا أحمد. دي مش خناقة في الحارة أبو خريست هينزل يلمها، أنا عارفة إنها مصيبة تقيلة
تخافيش ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اسمعنا فودة، انا اخويا لا جاي استمر معاك ولا جاي ارازيك وترازيني. نصرة بنت جاد الله، تبعد عن سكتها احسن لك. يبقى انت وصل لغرضي منها. شوف يا سلطان، اللي انت جاي تعرق بخطوتي عن سكتها دي دخلت دماغي وحششت خلاص. وبعدين لما مؤاخذه انا جاي في الدوري وعيني على الحلال. حلال يا ابو حلال انت. طب اذا كانت هي صدقت الكلمتين الحمضانين دول، ده فاكر ان دول يخشوا عليا؟ انت بتتجوز نصره عشان تكسر بيها اخوها. قريتها ازاي دي بقى يا سيد المعلمين؟ كرامة للنبي تنورني. كرامة للنبي اللي انورك. ما هي ناصرة اصلها مش هتقبل بواحد زيك. ذمته لا مؤاخذة ملطوطة ومضروب فيها عدم المؤاخذة 100 مفك. ومنت تعمل ايه بقى؟ تقلبها على اخوها وتفهمها انه شغال في الحرام عشان لما تدور بعيد عنه تستلقفها انت. مش كده؟ أنا كده قريت الليلة. نصرة ما راحتلكش علشان تاخد رأيك وشور عليا يا معلم. نصرة بخت فيك ولبستك ليلة بوخارست. مش بعيد كمان تكون علمت عليك عشان كنت عارف ومخبي. نصرة بنت جاد الله بنتي ورحمة الغالية. ما هتمس منها شعرة لا بالحلال ولا بغيره. يا راجل اختشي، اعمل كرامه لابوها عيب. طب بس تركبش ظهر الجدعانه قوي كده. بنتك وكرامه لابوها مش حال ما انت اللي مبلغ عنه وسالك في ايدك. سلك نفسك انت بره الليله دي، انت اللي ضيعت ابوهم زمان. اعتبرني يا اخي بصلح اللي انت بوظته. صدقني يا سلطان، أنا بمد إيدي لنصر عشان أعوضها عن حنان الأب. صح. أنت صح يا فودة. أنا فعلاً عملت كده في صاحبي. وعقلها أنت بقى بمخك. اللي يعمل كده في صاحبه ممكن يعمل إيه في عدوه؟ فكر. بالإذن. يا استاذ عادل انت لازم تتصرف. ده كلمني وهددني. انا ما كنتش عارفه ان كل ده هيحصل وان كل ده هيجي على دماغي انا. هو ايه اللي جرى يعني يا رحاب؟ ايه اللي جرى؟ ما ده رد فعل طبيعي ومتوقع يا ماما. واحد اتضحك عليه ولقى نفسه مفضوح قدام البلد كلها لازم يتصرف بالشكل ده. ايوه بس حضرتك ما فهمتنيش كده. هو ايه اللي ما فهمتكيش كده؟ هو انا بتعامل مع طفله ولا مع صحفيه ولا مع ايه بالظبط؟ ما فهمتكيش ايه؟ انت جايه تهزري. يا استاذ عادل خليك مكاني. معتز الكاشف ده مش واحد عادي يعني، عنده علاقاته واتصالاته واتصالات تقيله كمان وعلاقات كبيره جدا. تخيل بقى لما يكلمني انا يهددني يبقى هيعمل فيا ايه؟ وانت ما كنتيش تعرفي الكلام ده من الاول؟ يعني ايه؟ هروح في الرجلين؟ بتورطني وتبيعني بعد كده؟ الموضوع مش كده يا رحاب. امال ازاي؟ انت لازم تتصرف وبسرعه. كلمه، اعتذر له، قول له اي حاجه، المهم ابعده عني. انت عبيطه يا بت، مين ده اللي اعتذر لمين؟ انا كان اختياري ليكي غلط من الاول. انت لا نافعه لا في صحافه ولا في زفت بلا قرف. منوره يا نصر. شفت الامل اللي اخوكي بقى فيها؟ شفت، يا ريتني ما شفت. ليه بس يا ابو النصر؟ وانت برضه هتكرهي الخير لاخوكي؟ على نن عيني يا فوتو اديهولك، بس مش لما يبقى خير مش من الحرام. ما ترد، ما تردش. الهلومه اللي انت فيها دي كلها من المخدرات يا سيد. هاي نص من المخدرات. ليه يا سيد؟ ده انت الوحيد دونا على الخلايا دي كلها اللي عارف تخرب. ده لو انت شفنا ابويا وحسرة قلبه ونهيته واللي ربنا عمله فيه محدش غيرنا. يا نصر ملوش عايز الكلام ده دلوقتي. انا عايزك تسمعيني.
ولو سمعتيني هتصدقيني. صدقك؟ روح شوف حد يصدق كلامي. لو الدنيا هي اللي حطتك في الطريق ده وقدرت عليك، الدنيا ما قدرتش عليا الا النهارده لما لقيتك عايش في الحرام ومحلله لنفسك. طب انت عايزاني اقول لك ايه؟ ما تقولش. خلاص انا يا اخويا لا جاي اعاتبك ولا ردك. لو هي دي سكتك انت حر، طالما بعيد عني وعن اخواتي وعن ابني. لا لينا دعوه بقرشك ولا الاذى اللي هيجي من وراك. يبقى خلاص يا نصر، ربنا يهديك ويرجعك لينا سالم غالي. سلام يا ابن ابويا. وساعات تعلمك الأدب.
ده ليه؟